السلام عليكم، معكم طونجي بيش شفيق. اليوم بغيت نقدم لكم واحد البياسة اللي كتخص الناس ديال السيرف كاستينغ او تقنية الصيد بالطريقة ديال السيرف كاستينغ او حتى طريقة ديال الروك فيشينغ، يعني الناس اللي كيصيدوا في الحجر. هاد البياسة هي اسمها بايت كليب، هي هادي. المهمة ديالها انها عندها صراحة جوج ديال الأدوار. الدور الأول أنها كتحمي لينا الطعمة أنها ما تفلتش من الصنارة، والدور الثاني أن الشلغومة ديالنا أو الترقيعة ديالنا ما تلوش مع الخيط الرئيسي. هذا هو الدور ديالها. الطريقة باش كتركب هذه البياسة هذه هي هكذا، فكتجي كندخلو الخيط اللي هو من الماكينه اللي هو هذا، كتكون ديجا عندنا المونتاج ديالنا بحال هذا، ها هو راكب، ها هو المونتاج كوليسون او لا المونتاج كيف ما كان. الخيط اللي هو من الماكينه هو هذا، ها هو، ها هو كنخشيوها من هنا. عندها واحد ستوبر، ها هو ديالها هو هذا. بعد فاش كنخشيوها كنوقفوها في المسافة اللي بغينا حنايا، ومن بعد كنعملو خرصة او لا الكونيكتور او لا داك المونتاج رابيد. هنايا هانتوما كما كتشوفو كيكون فيه البلون، وهاهي راكبة. كيبقى لينا دابا كيفاش غادي تركب فيها الصنارة. الطريقة اللي غتركب فيها الصنارة، يعني ها الطعمة كتكون هنا، نفرض مثلا هذه هي الصناره فيها الطعم، ها هو كنجيو كنزلوها هنايا بهذه الطريقه هذه، هنا ها هي كتجي بحال هذا الشكل هذا هكذا كما كتشوفوا. فهي ما كتلوش لينا الشعر على الخيط الرئيسي، وفي نفس الوقت الصنارة ما كتفلتش منها الطعمة. فاللحظة اللي كتلونسي هذه كتضرب مع الماء وكتخرج الصنارة. فنعود الهدف ديالها هو انها من اللحظة اللي غادي تضرب فاش غتلونسي كيطيح بلومو، كتبعو هذه كتضرب مع الماء، فان فوا كتضرب مع الماء والصنارة كتخرج بهذه الطريقة هذه. هذه وسيلة من الوسائل اللي كتحمي لنا الطعم انه ما يطيرش من الصنارة، وفي نفس الوقت ما تخبش لينا الشلغومة مع الخيط الرئيسي ديالنا. اسم ديالها بايت كليب، واللي بغاها كاينه عند طون جي بيش، وشكرا.